مرحبا بكم، أنا علي أركان الصحاف من قناة الجوادين، وهذه أخبار العتبة الكاظمية المقدسة، ولكن بإيجاز نبدأها بأبرز العناوين. جود الجوادين لمساندة الشعب اللبناني. العتبة الكاظمية المقدسة تنظم إسكان العوائل اللبنانية في سوريا. أمناء المزارات الشريفة في ضيافة العتبة الكاظمية المقدسة. قدم مركز جود الجوادين للإغاثة التابع للعتبة الكاظمية المقدسة الدعم اللوجستي لإغاثة ودعم الشعب اللبناني الجريح. شملت الحملات جميع الخدمات الإنسانية والمستلزمات الصحية. بتوجيه من الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة وفد خدام الإمامين الجوادين عليهما السلام يتكفل بمهمة تنظيم إسكان العوائل اللبنانية الوافدة داخل الجمهورية العربية السورية. أقامت وحدة التدريب والتأهيل في العتبة الكاظمية المقدسة ورشة تدريبية لسادة أمناء المزارات الشيعية الشريفة، تناولت محاور متعددة. هذا وقدمت الورشة بالتعاون مع دائرة العتبة المقدسة والمزارات الشيعية.